وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس عيسى البعينين، المدير العام لبلدية المنطقة الجنوبية. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذن ما أهمية حصول بلدية المنطقة الجنوبية على هذا الاستحقاق من برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. طبعا بلا شك أن برنامج تقييم مراكز الخدمات الحكومية يعتبر من أبرز البرامج التي تشرف عليها الحكومة المؤقرة لتطوير نوعية الخدمات المقدمة للعملاء والمستثمرين، ولله الحمد تمكنت بلدية المنطقة الجنوبية من الحصول على تصنيف الفئة الذهبية ضمن نتائج تقييم البرنامج لعام 2023، وهذا إن دل على أن البلدية تحرص بتقديم أفضل الخدمات، ويعكس الجهود المتميزة التي يبذلها القائمين على مركز خدمة العملاء في بلدية المنطقة الجنوبية. نعم، ما هي خططكم المستقبلية لتطور العمل البلدي في الجنوبية من حيث أيضا تطوير الخدمات المقدمة للعملاء؟ برنامج تقييم مراكز الخدمات الحكومية بالطبع يقوم بدور كبير في تحفيز كافة القطاعات الحكومية للتميز في تقديم خدمة سريعة ومتطورة للعملاء. ومع تحول العديد من الخدمات إلى خدمات إلكترونية، إلا أن البلدية إن شاء الله مستمرة على تطوير وتحسين كافة الخدمات المقدمة للجمهور ووفق أعلى معايير الجودة بما يسهم في تحقيق الأهداف وبما يلبي إن شاء الله لتطلعات العملاء الكرام. نعم، المهندس عيسى البعينين المدير العام لبلدية المنطقة الجنوبية، شكرا جزيلا لك.